إذن البداية من الحملات الانتخابية للحزبين اللذان يستعدان لخوض انتخابات قد تكون استثنائية، حيث أن هناك 25 يوما مضت بين المناظرة الرئاسية الأخيرة التي عقدت بين بايدن وترامب حتى يوم محاولة اغتيال ترامب وصولا إلى انسحاب بايدن من السباق الرئاسي بالأمس، كما أنه تبقى قرابة 100 يوم على هذه الانتخابات. الديمقراطيون استطاعوا جمع مبلغ تبرعات وصل إلى 46 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ البلاد الذي يجمع في يوم واحد فقط، والذي تم بعد إعلان دعم بايدن لهاريس في السباق الرئاسي. ولكن كيف ستكون سياسات هاريس على وصولها البيت الأبيض؟ محللون أشاروا إلى أنها ستكون على نهج بايدن في ملفات الصين وإيران وأوكرانيا، مؤكدين أن رئاسة هاريس ستشبه ولاية ثانية لجو بايدن. يذكر أن دعم بايدن قد منحها دفعة لكنها غير كافية للوصول إلى البيت الأبيض، فيجب عليها إقناع منتقديها بقدرتها على هزيمة ترامب والحصول على تفويض مؤتمر الحزب منتصف الشهر المقبل. هذا من جانب الديمقراطيين، لكن ماذا عن الجمهوريين؟ نيويورك تايمز تقول أن استراتيجية حملة ترامب ستعتمد على ثلاث ركائز أساسية في حملة التشكيك والهجوم على هاريس. الركيزة الأولى هي ربط كامالا هاريس ببايدن واعتبارها امتدادا للسياسات نفسها وتحميلها إخفاقات الإدارة الحالية إدارة بايدن في مجال الاقتصاد والتضخم، حتى في سياسات الهجرة وأمن الحدود والإخفاقات الداخلية والخارجية الأخرى. أما الركيزة الثانية هي اتهام كامالا هاريس بأنها أخفت عن الأمريكيين الوضع الصحي لبايدن ولم تكن صريحة مع الأمريكيين حول صحته وقدراته الذهنية والبدنية. وبدأت فعلا لجنة العمل السياسي الداعمة لترامب في بث إعلان جديد في عدة ولايات يتهمها بكل ذلك، فيما رصدت الحملة مبلغ 77 مليون دولار لتلك الإعلانات. أما الركيزة الثالثة فستوجه إلى الديمقراطيين بشكل عام، وباتهامهم بتقويض الديمقراطية بعدم إجراء انتخابات تمهيدية وترك الأمر مفتوحا للتنافس، خاصة أنه من غير الديمقراطي إجبار بايدن على الخروج من السباق بعد أن صوت له الديمقراطيون. وبالتالي ليس لقادة الحزب تقرير في من سيخوض هذا السباق، كل هذا بحسب صحيفة نيويورك تايمز.